هيسافر، قلنا ان احنا عندنا كرو كامل ويعني مذاكر كويس قوي، مستعد كويس قوي، بيغطي بشكل احترافي كالعاده. ففعلا كل زملائنا اللي سافروا وغطوا وكانوا مع البعثه لحظه بلحظه ووافونا بكل ما هو جديد، كمان احنا عايزين نقول لهم شكرا جدا. وفعلا الاسماء اللي كابتن ايهاب بيتكلم عنها، يعني عندنا برضو دكروري طبعا عامل شغل بعد فيديوهات كتيره جدا، ومراسلينا المختلفين كريم احمد وكل الكرو اللي كان موجود، فعلا نشكرهم جدا على التعب. وان شاء الله في يوم من الايام كمان يعني نبقى موجودين ونغطي معاهم، لان اكيد الفرحه بتبقى مختلفه كمان وانت في قلب الحدث. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايز اخد من كلام كابتن خالد بيبو، لان هو اتكلم تحديدا عن جماهير النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه قوي. ليه نقطه مهمه؟ لان الواحد ما بيطلعش يقول او يتكلم عن جماهير النادي الاهلي علشان ياخد يعني بونت على حسابهم، او اللي هو يعمل حاجه فيحس ان الناس هتدعمه. لا خالص، انت بتتكلم بواقع، واقع ملموس. جماهير النادي الاهلي مش بس داعمه، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مش بس داعمه للعيبه او للنادي او للفريق. انا عايز اقول لحضراتكم وهاكد تاني، خشوا شوفوا على الصفحات بتاعت القناه، بتاعت البرنامج، بتاعت النادي الاهلي، بتاعتنا احنا تحديدا، لما بس حد بيكون يعني بيجيب سيرتنا في النص كده احنا ما بنتكلمش، انت تلاقي في جيش بيدافع عنك. وغير ان حد مثلا ان هو بيدافع عنك، لا هم كمان بيدعموك بشكل كبير. يعني هم مش بس بيدعموا اللعيبه والنادي، بيدعموا الاعلاميين اللي بيشتغلوا كمان وتابعين للنادي الاهلي. كم الكلام الحلو، وكم المتابعه، وكم الشير، وكم بجد والله العظيم انا اوقات بقعد كده الواحد قاعد عادي بيبص على تويتر، ايه كم الكلام الجميل ده، الواحد بيفرح يعني، بيغيروا المود. فهو ده الطبيعي. انت تاني بترجع تقول عيله الاهلي، الهاشتاج ده اللي بالملايين احنا مش مطلعينه من فراغ، او هو مش طالع من فراغ، هو طالع لان فعلا انت بتحس ان انت واحد او فرد من عيله النادي، ما بيقبلش عليك كلمه وحشه ودايما في ظهرك، فيعني وبيتمنى ان هو يشوفك باحسن حال. وحتى لما بتكون مش في مستوى كويس مش بيهاجمك ان هو يحبطك، لا، بس بيبقى نفسه ان هو ممكن ينتقدك، بس نفسه ان انت تكون احسن، ده الغرض. فتحية كبيرة جدا، ده لازم نقوله. فرحة كبيرة كمان كانت للعيبة، وكانت لكل من هو ينتمي للنادي الأهلي. خلينا نروح نشوف اللعيبة نفسها كمان قالت إيه في التقرير الجاي ده، ونرجع نكمل. اهم حاجه ان النادي الاهلي عارف ان هو لازم، الحمد لله عارف ان البطوله كانت مهمه، عشان كده كان في خوف شويه، بس الحمد لله رجعنا بالبطوله. واهم حاجه الجمهور ده راجع فرحان، ده اهم حاجه هو يرجع فرحان. وطبعا بشكر طبعا المملكه العربيه السعوديه على التحضير الجميل ده والتنظيم الاكثر من رائع، وان شاء الله مش تبقى اول مره، ونيجي تاني ان شاء الله ونحتفل هنا تاني. واهم حاجه ان الجمهور ده راجع يعني مبسوط، ده اهم حاجه. اكيد طبعا احنا كلنا واحد، احنا بنلعب للنادي الاهلي، مفيش حد بيلعب باسمه، كلنا احنا بنلعب، اهم حاجه احنا عندنا هدف واحد، هو الهدف الواحد اللي احنا ناخد البطولات وناخد كل حاجه طبعا بنشارك فيها، ده اهم حاجه. احنا كلنا واحد، مين يلعب مش فارق خالص معانا، اهم حاجه اللي ينزل يأدي دوره، وكل الناس بتأدي دورها، احنا فرقه واحده ومجموعه واحده وهدف واحد، وده اللي احنا على طول بنفكر فيه، اهم حاجه البطوله. وكل الواحد لما بيلعب لازم يطلع اللي عنده، وبصراحه ماشي بشكل كويس جدا، والفرقه كلها ماشيه بشكل كويس جدا، عشان احنا كلنا عايزين حاجه واحده بس، هي البطوله. واهم حاجه يبقى النادي الاهلي اسمه على طول فوق، ويبقى رقم واحد على طول في افريقيا وفي الوطن العربي، في كل حته يعني، ده اهم حاجه بالنسبه لنا النادي كيان. انا الحمد لله كويس، والامور ماشيه كويس بشكل كويس، الحمد لله راجع قريب ان شاء الله. والله الحمد لله، الاول بقول الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم ده اللي معانا من اول دقيقه لاخر دقيقه، وبشكر ربنا على الهدف طبعا وعلى الاسيست الحمد لله، وبشكر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره والجهاز الطبي. بصراحه مفيش حد ابخل بنقطه عرق، زي ما انا قلت لك احنا ممكن في اوقات ما كانش يعني معانا الماتش شويه، لا الماتش شويه ما كانش، كان بيروح من ايدينا ويجي، يروح من ايدينا ويجي، بس انا يعني اتعلمت حاجه في النادي الاهلي، ان انا العب لاخر دقيقه في الدقيقه 90 لحد ما الحكم مصفر خالص. الحمد لله، بشكر الجمهور العظيم ده، وبقول لهم الف مبروك وان شاء الله من المزيد باذن الله. لا والله هو من ثلاث ايام كده انا درجه الحراره عندي عاليه وجالي تعب كده، يعني انا المفروض ما الدكتور لما كلمني الدكتور بره النادي قال لي ان انت مش هتشارك، وده طبعا يعني انا لو كنت هعمل ايه، كنت لازم اشارك ماتش زي ده، انت شايف الاجواء عامله ازاي، وبنلعب ضد اسم كبير ونادي كبير، نادي الزمالك طبعا. والحمد لله درجه الحراره كانت 39،
مع التعب انا قدرت استحمل الحمد لله، والدكاتره هنا بصراحه ما قصروش، ما يعني على طول في ظهري. وطب بعد اذنك. طبعا طبعا يا مالك، ازيك يا مالك؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. قول لي النهارده انت مبسوط ان ايمان جاب جون ولا لا؟ اه. عملت قلت ايه لبابا اما ايمان جاب جون؟ فرحان، كنت مبسوط. انت كنت رايح عند الجمهور دلوقتي تعمل ايه؟ كنت بسلم عليهم. نعمل حركه كابتن مؤمن بقى. برافو عليك. ايه؟ ايمان بيعمل ازاي؟ حركه الاسد ازاي؟ اعملها له اعملها. اشكرها بس الاول طبعا مراتي، طبعا انا احب اشكر لها، اشكرها، انا فضلت اشكرها من هنا لبكره مش عارف اديها حقها. بصراحه تعبت معايا الفتره اللي فاتت، بقى لها 4 ايام ولا 5 ايام معايا ما تسيبنيش، وحماتي طبعا ووالدي ووالدتي وعمر ومحمود عبد الله صاحبي، انا مش عايز انسى حد لان بصراحه الناس دول وقفوا في ظهري، وحابب اشكرهم تاني وتالت، وربنا يخليهم لي يا رب، وان شاء الله اقدر ابسطهم على طول. الجمهور طبعا جمهور عظيم، من اول دقيقه لاخر دقيقه يعني ما بطلوش غنى بصراحه وفي ظهرنا، وبهدلهم الفوز ده واقول لهم الف مبروك ان شاء الله من المزيد باذن الله. اول حاجه بقول مبروك للنادي الاهلي وجمهوره العظيم ده، ومش حاجه جديده على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجمهور الجميل ده، والحمد لله بتبقى للواحد لما يبقى رايح نادي جديد ونادي كبير زي نادي الاهلي بتبقى بدايات كويسه ليه كده. ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي بتبقى كلها بطولات وسنه خيره على النادي كله ان شاء الله باذن الله. والله انت عارف اي حد بيخش نادي الاهلي بيبقى عامل حساب ان هو داخل على مهمه كبيره جدا وصعبه جدا، ما فيش وقت خالص للراحه. زي ما انت عارف انت عندك دلوقتي بطوله، كمان 3 ايام عندك ماتش في الدوري، فبتقفل بتفرح وبتقفل وبتنزل مصر، عندك ماتش ان شاء الله في الدوري مع البنك الاهلي، وربنا يكرم ان شاء الله ونقدم من السنه دي احسن حاجه عندنا وناخد كل البطولات باذن الله. قول للعيبه الرجاله النهارده. اقول مبروك وكرم بعض ربنا طبعا، يعني الناس الجميله دي اللي جايه في اي حته ورانا، والحمد لله ربنا يكرم وان شاء الله اللي جاي احسن الناس كلنا. حبيبي الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته وجهازه الفني ولاعبته، لعيبته الرجاله النهارده اللي ادت على قدر مسؤوليه، وكانوا كلهم رجاله وكلهم على قلب رجل واحد، واحنا كلنا واحد والله، اللي قاعد بره زي اللي بيلعب النهارده ما بيلعبش تاني ماتش عادي مش فارق، كلنا في ظهر بعض وكلنا بنساند بعض، وديك شايف اي حد بينزل بيعمل فارق سواء بدا او ما بداش، عشان كلنا واحد وكلنا بنتمنى الخير لبعض وكلنا في ظهر بعض. وبشكر الجمهور اللي حضر النهارده سواء جمهورنا العظيم او جمهور الزمالك، وبشكر برضو السعوديه على الاستضافه الحلوه دي، وان شاء الله على طول كده ان شاء الله في افراح وسعاده وباذن الله في بطولات على طول باذن الله. اكيد طبعا اكيد حضرنا بشكل كبير وركزنا، وكلنا طبعا دخلنا الجيم بدري وعملنا معسكر بدري وركزنا بشكل كويس، والحمد لله ربنا كافئنا، والحمد لله تعبنا في الملعب وقدرنا ناخد الكاس الحمد لله.